ايه اللي بيحصل يا يوسف؟ لازم نعرف في ايه. الموضوع كله يخوف. بحسبة بسيطة كده كلنا هنموت بسرعة، مفيش وقت. انتوا قدام واحد ما تعرفوهوش، بس هو يعرف عنكم كل حاجة. احنا لازم نعرف انتوا مين وعايزين مننا ايه بالظبط. انت مجنون؟ انت عارف ايه اللي بتطلبه؟ هنسرق تاني؟ عيب قوي تسال السؤال ده. يبقى اكيد احنا متورطين في اللعبه. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ واضح ان كنتوا عيال هلس مش بتاع فاكر ان انت اللي بتحبها. انا هلس اخوه صاحبي. لا بس مش بشكل رسمي. لا اتحرك اضربه بالنار. الناس دي ممكن تحمينا، انا مش فاهم انتوا خايفين من ايه. اظن دلوقتي من حقنا اقول لك كفايه علينا لحد كده. نفذي بلان بي. عمليات خاص قريبا بجلال.